Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طلاب ثالثه ثانوي، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من مراجعه الاستاتكس استاتستكس ثالثه ثانوي احصل وهات. النهارده هنتكلم بقى مراجعه مين يونت 2 الكونديشنال بروبابيليتي. قبل ما اخش في المسائل، الاول احنا عارفين ان قيمه اي بروبابيليتي هنحصل من كام يا شباب؟ من 0 ل 1. يعني اي جواب في هذا الشابتر ما يطلعش اكتر من 1 ولا اقل من 0. اي بروبابيلتي في الدنيا هنحاصر بين كام قيمه، بين 0 كام 1. طبعا لو طلعت 0 يبقى ده امبوسيبل، ولو طلعت 1 يبقى ايه؟ يبقى سيرتن او شور. اوكي، طيب ايه بقى اهم القوانين النهارده اللي بنشتغل بيها؟ اول قانون عندنا خدناه في ثالثه اعدادي وفي ثانيه ثانوي، اللي هو اذا جيت A انترسكشن B، اذا جيت بروبابيلتي A انترسكشن B خدناها زمان، يبقى ده عباره عن بي A بلس بي B ماينس بي اي يونيون بي. ده قانون اخدناه في ثالثه كام؟ ثالثه اعدادي وثانيه ثانوي. ايه القانون بقى المهم الثاني؟ اللي هو مثلا بي عايز اي يونيون بي، ده عباره عن بي اي برضه بلس بي بي ماينس بي الانترسكشن. يبقى القانون نمبر 1 مكتوب زي بعض بالظبط، كل اللي عملناه بدلنا دي مكان دي. اوكي؟ طيب ايه بقى القانون المهم الثاني؟ قانون الديفرنس، مهم جدا. لو عايز اجيب اي difference b يبقى b الحرف الاول b a minus b intersection b a intersection b. دي الحاجه المهمه كمان او مهمه جدا، b مثلا a dash b dash يبقى 1 minus b a. طب لو عايز مثلا b b dash نفس الكلام، يبقى 1 minus ال b b. ماشي بقى؟ طيب لو جه قال لي في السؤال مثلا A and B are met while exclusive even، A and B are met while exclusive even، دي معناها ان B A intersection B بيساوي كام يا جماعه؟ 0. يبقى لو جه في راس السؤال وقال لي A and B are met while exclusive events، دي معناها ان B A intersection B بكام؟ ب 0. اوكي؟ ناخد بقى كمان اكزامبل بقى او القانون بتاع النهارده اللي هو مين؟ الكونديشنال بروبابيلتي. نركز بقى يا جماعه مع القوانين دي. يلا شوف بقى يا جماعه قوانين الكونديشنال بروبابيلتي او القانون بي اي كونديشن بي. بي اي كونديشن بي اكتبها ازاي؟ فوق يبقى بي، اعمل دول انترسكشن يبقى اي انترسكشن بي اوفر دي الحرف الثاني يبقى بي بي. اوكي ده نمبر 1. طب لو عكسنا، لو قلت انا عايز بي بي كونديشن اي، يلا كده مع بعضينا نفس الكلام، دول اعمل لهم انترسكشن يبقى بي بي انترسكشن اي. الله يا مستر، طب ما بي انترسكشن اي هي ايه انترسكشن بي؟ تمام، على الحرف الثاني بي اي. يعني ممكن اخليه برضو عادي جدا اهو، بي اي انترسكشن بي، ينفع التبديل هنا عادي، لكن ده دايما مين؟ الحرف الثاني، يبقى هنا بي اي. اوكي يا شباب؟ طيب لو حبيت بقى اعطاني في السؤال اعطاني ده وده وعايز بي انترسكشن، نوصل ايه؟ ازاي اوصل ده؟ يبقى نقول كده ان بي اي انترسكشن بي يساوي ايه بقى؟ هعمل دول باي، يبقى بي اي كونديشن بي باي بي بي. هنا عملت كروس مالتيبليكيتيف يعني، يبقى هنا بي اي انترسكشن بي بيساوي دول ايه؟ دول باي. نفس الكلام هنا، لو انا عايز ده من هنا يبقى ده باي ده برضه نفس الكلام، يبقى لو عايز بي اي انترسكشن بي هعمل دول ايه؟ هنعمل دول باي. طيب لو جه بقى قانون زي كده طلب مني في السؤال مثلا بي اي انترسكشن بي داش، اي كونديشن بي، اي كونديشن بي داش، اعمل ايه؟ زي ما انا قلت هنطبق القانون. ايه القانون؟ قلنا ايه؟ اللي فوق اعمل له انترسكشن، مين انترسكشن مين؟ ده انترسكشن لحرف ده زي ما هم مكتوبين قدامك بالظبط، يعني بي اي انترسكشن بي داش، يبقى الحرف ده ينزل زي ما هو. طب على مين بقى؟ على بي الحرف الثاني يبقى بي بي داش. يا مستر طب انا ما اعرفش اجيب اللي فوق ده، لا ده قانون مهم جدا لازم تعود عليه، بي اي انترسكشن بي داش ده تحوله بالمنظر ده صيغه ثانيه ليه اللي هي تبقى بي اي ماينس بي انترسكشن. ده قانون مهم جدا نخلي بالنا منه، بيتكرر كتير جدا في الامتحانات.
طب بي بي داش لسه هنعمل شويه، بي بي داش يبقى عباره عن 1 ماينس البي بي. طبعا في السؤال هيديك الحاجات دي كلها، مجرد هتعوض تعويض ايه؟ تعويض مباشر. هكتب لك دلوقتي لسه كل القوانين المهمه، يا ريت تحفظها وتخليها معاك، اوكي؟ معايا كده؟ معايا يا شباب. دي بقى لسه كل القوانين المهمه جدا اللي في شغلنا. بي اي انترسكشن دي اجيبه ازاي؟ بي اليونيون، بي اي داش لو بي اي عندي وعايز اجيب الاي داش اجيبها ازاي؟ بي اي بلس بي اي داش ب 1، الديفرنس، القانون ده اخطر اثنين هم دول. نخلي انا يا جماعه من القانون رقم 8 والقانون رقم 11 كده 11 عشان ترتيبه في الورقه اللي معايا اللي هبعتها لكم ان شاء الله. نمبر 11 دي يا جماعه لسه بكل القوانين المهمه في البروبابيلتي. يلا بعدين بقى نخش ناخد بقى اكزامبل نمبر 1. يلا يا شباب معايا يا اساتذه، ناخد بقى اول اكزامبل. بيقول if a and b are two events of sample space from the experiment s where number ba 07 bb 025 be difference. السؤال ده يا جماعه عشان نحله لازم يبقى عندي 3 events، يبقى عندي ال ba كام؟ ال bb كام؟ b intersection بكام؟ الثلاث حاجات دول موجودين اشتغل كويس جدا، مش موجودين يبقى في حاجه ناقصه في المساله. نشوف كده، ال ba عندي، البي بي عندي، هنا مين؟ الديفرنس، لا انا عايز اليونيون، عايز انترسكشن، عايز بي اي انترسكشن بي، مش موجوده، يبقى لازم اجيبها الاول عشان اعرف احل السؤال الاول والثاني والثالث والرابع. يبقى اقابل على المساله الاول واقول له الاول انا هجيب مين؟ هجيب بي اي انترسكشن بي، ده اللي هيساعدني. انا عندي في القيم القانون اللي كتبته من شويه ان بي اي ديفرنس بي كان بيساوي ايه؟ قول بي الحرف الاولاني ماينس بي الانترسكشن. انا عايز دي. دي اللي بتحل لي كل المشاكل بتاعه الاسئله دي كلها. بي الانترسكشن. هو عاطيني دي علشان اجيبها. دي عندي كام؟ بعوض بيها يبقى 0.45 البي اي اهي 0.7 ماينس بي الانترسكشن. خلاص. كده انا اقدر اجيب دي بكل بساطه، يبقى اقول له كده ان بي اي intersection B بكام؟ تبقى 0.7 ماينس ده اللي هو 0.45. انا حاسب هنحسب كده B intersection يا جماعه يطلع بكام؟ يطلع ب 0.25. دي اهم وحشية في الموضوع ان اجيب الحاجه الثالثه في الجيفنز. يبقى عندي ال BA وعندي ال BB وعندي B intersection. كده اقدر اجيب اي حاجه في اي سؤال. شوف بقى نمبر 1 طالب مين؟ A condition B. حاضر نقول له كده مجرد بس اكتب القانون واعوض بيه. B A condition B بيساوي يا شباب قلنا من شويه قلنا دول اعمل لهم intersection يبقى B A intersection B ودي ما كانتش موجوده جبناها عشان كده جبناها في الاول على B الحرف الثاني يبقى B B مجرد تعويض بالارقام ده جبناه من شويه اهو 0.25 والبي بي اعطوني كام؟ ب 0.25 يطلع كام يا شباب؟ يطلع على حسب يطلع بكام؟ يطلع قيمته 1. خلي بالنا ان اي ناتج من النواتج دي ما يعديش ال 1 اكبر قيمه ل 1. لو طلعت 1.5 او 3 او 4 يبقى انت 100% غلط. او طلعت من النيجاتيف برضه غلط. قيمه البي اي بروبابيلتي تنحصر بين كام وكام؟ بين 0 و 1. شوف بقى نمبر 2 هنحلها ازاي. يلا نمبر 2 يا شباب عايزين بقى مين؟ بي بروبابيلتي بي كونديشن ايه؟ عايزين بروبابيلتي بي كونديشن ايه؟ قلنا عشان نحل السؤال ده لازم عندي ثلاث حاجات، يبقى عندي البي اي وعندي البي بي وعندي بي الانترسكشن. ادي بي اي وادي بي بي وادي بي الانترسكشن، جبناها في السؤال من شويه. يبقى تقول كده طبق القانون مباشره، ها يبقى بي اعمل دول انترسكشن. هتفرق اقول بي انترسكشن اي او اي انترسكشن بي وتفرقش، يبقى اي انترسكشن بي اوفر بي الحرف الثاني يبقى بي اي مجرد تعويض مباشر. ده جبناه من شويه بجد اهو بي 0 و 0.25 والبي اي في اول الكلام خالص 0.7. يلا يا شباب على حسب طلع على حسب يطلع الجواب 5/14. ده كان مين؟ كان المطلوب نمبر 2. شوف بقى نحل نمبر 3 ازاي؟ يلا جهز ورقتنا. نمبر 3 يا اساتذه طالب مني ايه؟ طالب مني بي بروبابيلتي اي داش كونديشن بي.
probability A dash condition B. يلا اكتب القانون ده ازاي؟ زي ما اتفقنا الحرفين دول اعمل لهم intersection، يبقى B A dash intersection B على B الحرف التاني يبقى B B. يا مستر طب ده مش عندي، هل ده هو ده؟ ده طبعا هنا مفيش داش، هنا في داش، فيبقى ده غير ده خالص، ده يختلف عن ده، ده غير ده خالص. خلي بالنا يا جماعه من الحاجات الصغيره دي. طب ده اعمل فيها يا مستر؟ ده ليه قانون بديل خدناه قبل كده، قانون البديل ليه ده هشيله احط مكانه بي بي ديفرنس اي على بي بي. يا مستر هو ده برضه مش عندي، انا عندي هل ده زي ده؟ لا طبعا، ده ايه ديفرنس بي، ده بي ديفرنس اي، امال هعمل ايه؟ اخد بديل ده كمان، ده ليه بديل، بديل ده كمان ايه؟ هيبقى بي بي ماينس بي الانترسكشن على بي بي، مجرد بس تعود مباشر. يلا البي بي عندي اهي 0.25 ماينس بي الانترسكشن جبناها اهي اول الكلام 0.25 على بي بي اللي هي مين 0.25، طبعا دول زي بعض، انا بعمل لهم ماينس يطلع الجواب كام يا جماعه؟ زيرو. ينفع يا مستر الجواب يطلع بزيرو؟ اه احنا قلنا اصغر قيمه زيرو واكبر قيمه كام؟ 1. دي نمبر 3 يا شباب، نمبر 3 السؤال. يلا الحين نمبر 4، نمبر 4 يا شباب طالب مني بي probability A dash condition B dash. معايا كده؟ probability A dash condition B dash. نفس الكلام، أنا اللي ببني القانون، قلنا نبنيه إزاي؟ ركزوا يا جماعة معايا شوية. الحرفين دول أعمل لهم intersection، خلي بالك من الداش، الحرفين دول أعمل لهم intersection. يبقى probability A dash intersection B dash. على B الحرف اللي تحت أو التاني، B الحرف التاني يبقى B B dash. يا مستر ده مش في الجيفن. أطلع أجيبه وأحطه في القانون. طيب. هل ده ليه بديل؟ اه طبعا ليه بديل. ده ليه صله معينه عندنا في الماس. خدناها قبل كده. ده عباره عن ايه بقى؟ بي هنقلب العلامه دي اول داش، يبقى A يونيون B اول داش، يبقى هقلب العلامه دي كانت ترانزيشن هخليها مين؟ يونيون اول داش على بي بي داش. اتفقنا قبل كده. أي حاجة عليها داش وعايز أجيبها يبقى 1 ماينس. دي على داش يبقى 1 ماينس الحاجه دي هي يبقى بي اي يونيون بي. ده برضه هي بي بي داش اهي يبقى عباره عن 1 ماينس البي بي. يا مستر طب دي عندي اصلا في الجبل، اطلع هاتها الاول، هاتها الاول. تعالى نجيب بي اي يونيون بي. القانون بيقول لك ايه؟ ها بي اي بلس بي بي ماينس بي الانترسكشن. كل عندي يلا كده بي اي كام؟ 0.7 بي بي 0.25 بي الانترسكشن جبناها 0.25 يطلع هنا 0.7 اعوض ده هنا يبقى 1 ماينس دي جبتها هناك اهي 0.7 1 ماينس بي 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 عندي اهي بي بي 0.25 انا حاسبه هيطلع الجواب في الاخر كام يا شباب؟ 0.4. يبقى هنا ده سؤال مركب، في اكتر من مطلوب. قانون مش موجوده، عواطف البديل بتاعها بديلها برضو اهو. طب دي مش موجوده عندي، طلعت بره جبتها وحطيت مكانها تاني وحسبت مين المسافه. ودي اصعب حاجه في الموضوع. يا ريت بقى عشان نركز، عشان الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. مساله تاني عشان ناكد عليها. اكزامبل 2 يا شباب بيقول ايه؟ اف اي اند بي ار تو اندبندنت. نخلي بالنا يا شباب من كلمة independent دي معناها ايه؟ if A and B are two independent events of sample space of random experiment ال B B 0.4 و B intersection بكام؟ ب 0.25. الله دي موجودة عندي ال B B و B intersection كده، مين ناقص عندي مش موجود؟ احنا قلنا لازم يكون عند مين؟ عند ال B A وال B B و B intersection. ال B B موجودة بالانترسكشن موجوده، مين بقى مش موجوده؟ البي اي. لازم اجيبها عشان نعرف نشتغل. مش هينفع اشتغل الا لما اجيب بي اي. قبل ما اجيب البي اي هنشرح حاجه صغيره، الكلمه دي كلمه اندبندنت دي معناها ايه؟
كلمة independent معناها ان BA intersection B equal BA plus BB. يبقى الفايدة من كلمة independent معناها ان B intersection بيساوي BA plus BB. طيب دي عندي ودي عندي فجيب ده طبعا. يبقى ده عندي بكام؟ اطولي BO point 24 equal BA plus 0.4. عايز اعرف ده بكام بقى يا شباب؟ عايزين نعرف؟ لا اطلعي BA by BB. سوري كده BA intersection B عبارة عن BA by plus BA by BB. BA by BB هنعوض عن ال BB بكام ال BB 0.4. يلا كده نجيب ال BA. يبقى ال BA هنعمل ايه بقى؟ ها؟ ده ديفايد ده يبقى 0.24 على 0.4. كده جبت ال BA. تطلع يا شباب ال BA بعد الحسبة دي تطلع ب 0.6. يبقى الفايدة من كلمة independent ان BA intersection B معناها BA by BB. BA by BB دي عندي ودي عندي. اقدر اجيب ال BA. اجيب BA ازاي؟ يبقى ده divided ده يبقى 0.24 على 0.4 يطلع بكام؟ ب 0.6. كده شباب خلاص عندي ال BB وعندي B intersection وعندي B مين؟ ال BA. اقدر اجيب اي حاجة في السؤال. تعال نشوف بقى السؤال نمبر 1 ده نجيبه ازاي. السؤال نمبر 1 عايزين B A union B dash. يلا كده طبعا انا ما عنديش قانون للقاعدة دي يبقى هنحاول نجيب بديل ليها A union B dash. القاعدة بتاعتها البديلة هتبقى B B minus A all dash. B difference A all dash برضو في بديل ليها قلنا في علامة الداش يبقى 1 minus 1 minus 1 minus دوت يبقى 1 minus B difference A. طيب ده مش عندي ما اجيبه الاول. اجيب ده الاول يبقى عباره عن 1 minus ده عباره عن ايه؟ عباره عن BB minus B intersection A intersection B. بس كل حاجه عندي ده عندي وده عندي نعوض طبعا مباشر يبقى 1 minus ال BB بكام؟ 0.4 minus B intersection جبناه او عندي موجود اهو 0.24. انا حاسبه يطلع الكلام بكام يا شباب؟ يطلع الكلام ب 0.84. يبقى هنا ما عنديش صيغه دي عندي جبت البديل بتاعها. اللي عايز يعرف انا جبت دي ازاي؟ بكل بساطه لو رسمنا الفين دايجرام للموضوع دوت اهو ادي A وادي B. A اهي ادي الـ A يونيون B داش. B داش المقصود بها مين؟ اللي خارج دي. كل اللي خارج B دوت هي الـ B داش. طب انا عايز اعمل يونيون، يونيون ايه اللي طلع على كل عندي ما عدا المنطقه دي؟ يبقى اليونيون ده كله ما عدا المنطقه دي، المنطقه دي اسمها ايه؟ دي بي ديفرنس اي. طب انا عايز اللي بره كله يبقى احط عليها مين يا جماعه؟ احط عليها ايه؟ داش. يبقى بي ديفرنس اي او داش. اوكي؟ طبعا ده سؤال صعب جدا وعايز ايه؟ وعايز تركيز. نيجي بقى للمطلوب الثاني، ده بقى سهل جدا، يعني ايه يونيون بي خلاص؟ ده رقم خدناه في ثالثه اعدادي وثانيه ثانوي. BA union B هيبقى عبارة عن BA plus ال BB minus B intersection. وطبعا ده عندي وده عندي وده عندي. ال BA جبناه هناك اهو ب 0.6، ال BB عطهولي ب 0.4 minus B intersection موجود عندي ب 0.24، آلة حاسبة هيطلع ب 0.76. كده يا جماعة كل الأرقام أقل من 1 يبقى كده الحل إيه إن شاء الله؟ مظبوط. كده يا جماعه ده اكزامبل نمبر كام؟ نمبر 2. خلي بالك بقى من كلمه اندبندنت اهي الثاني. كلمه مين؟ اندبندنت. ايه الفايده من كلمه اندبندنت؟ اهي ان بي اي انترسكشن بي بيساوي بي اي باي بي بي. طب لو قال لي كلمه بقى ديبندنت شال كلمه الاي ان بص معايا يبقى هنا ان دي بندنت دي معناها ان بي الانترسكشن A intersection B بيساوي BA by BB. طيب كلمة بقى dependent. dependent.
دي معناها ايه يا شباب؟ معناها ان بي A intersection B ها not equal لا تساوي بي A by ال بي بي. ونخلي بالنا من كلمة independent، في N I N يبقى فيها equal، مفيش I N يبقى فيها not equal، يبقى ال I N فيها equal. independent معناها ان ال intersection بيساوي مين؟ بي A by بي بي. ودي خاصية مهمة جدا جدا بتيجي في الشوز كتير جدا جدا. معايا شباب؟ معايا شباب؟ في بقى هنا اكزامبل مهم جدا، مسألة كلامية بقى، بيقول لي تو فاير داي اللي هو بتاع السلم والتعبان دي الداي. اثنين تو فاير داي ار ثرون ذا از ذا بروبابيلتي ذا نمبر 2. نخلي بالنا بقى النمبر 2 ابيرز 1 ات ليست، ده الايه؟ ده الحدث ايه؟ التو تظهر مرة واحدة على الأقل، one of at least تظهر مرة واحدة على الأقل. طب الضاي يا جماعة لما أرمي اتنين ضاي مع بعض إيه اللي ممكن يظهر عندي؟ ها؟ ها؟ التو تظهر مرة واحدة على الأقل، يعني تظهر مرة أو مرتين. طب إيه هي الأوردر بيز في مثل الكلام ده؟ ممكن تبقى 2 1 صح؟ الضاي الأولى 2 والتانية تبقى 1 أو 2 2 ها؟ أو 2 3 أو 2-4 أو 2-6 أو نعكس بقى 1-2 تبقى الأولى هي الـ 1 والتانية هي 2 ها؟ طبعا مش هينفع أكرر تاني خلاص، يبقى 3-2 ها 4-2 و 6-2. ده احتمال حدوث الحدث الأولاني إن الـ A تظهر الـ 2 الـ 2 دي تظهر كام مرة؟ مرة واحدة على الأقل، يبقى تظهر مرة أو مرتين، أهي مرة أهي واحدة. هنا كام دي؟ مرة واحدة، مرة واحدة، مرة واحدة. هنا بس اللي مرتين. وبعد كده نعكس بقى 2 1 تبقى 1 و 2، 2 3 تبقى 2 3 و 2، 2 4 تبقى 4 و 2، 2 6 تبقى 6 و 2، اوكي؟ دي كده كل الاحتمالات الممكنة اللي ممكن ايه؟ ال 2 تظهر مرة واحدة على الأقل. طب أنا عايز أحسب بقى بي إيه؟ بي إيه نفسها. هنعمل إيه؟ ناخد عدد دول على مين؟ على 36. إشمعنى 36؟ الضاي يا جماعه فيها كام رقم؟ 6. طب والضاي الثانيه؟ 6. عشان اجيب الرقم اللي ده يبقى 6 باور 2. 6 باور 2 بكام؟ عشان فيها مرتين يبقى 6 باور 2 بكام؟ ب 36. نعيد دول كده 1 2 3 4 5 6 7 10 11 11 over 6. كده حددت مين؟ حددت البي اي. شوف بقى الثانيه جيبن 7 ده الصم حدث بقى بي الصم بتاعهم 6. طلع كده الارقام المجموعه 6 ها؟ لما ارمي الضاي 1 و 5 ها 2 4 تكمل دول مجموعهم 6 اهو ها 3 و 3 مجموعهم 6 يعكس بقى دول يبقى 5 و 1 و 4 و 2 دي جميع الارقام اللي هي مجموعها 6. في ارقام ثانيه غير كده؟ لما ارمي اثنين ضاي مع بعض يبقى دول الحاجات اللي مجموعهم كام؟ 6. طيب تعالى بقى نجيب البي بي البي بي دول كام رقم؟ 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 يبقى 5 اوفر التوتال كله اللي هو مين؟ اللي هو 36. طيب تعالوا بقى نجيب الحاجه الاخيره، نجيب مين بقى؟ A intersection B. A intersection B. يا ترى ايه الحاجات اللي متكرره هنا وهنا؟ بص كده ها 2 4 اهي و 2 4 اهي تمام ادي واحده، ايه كمان؟ 4 و 2 و 4 و 2 وايه تاني؟ ها؟ بس هما دول يبقى ايه الترانزيشن بي وكام؟ 2 4 و 4 و 2. طب تعالى نجيب بقى بروبابيلتي A انترسكشن بي دول كام اوردر بيز؟ 2 من كام كلهم؟ التوتال كله كام؟ 36. طيب احنا عايزين ايه يا مستر؟ احنا عايزين بقى ايه كونديشن بي؟ السؤال طالب مني بي ايه كونديشن بي؟ يلا ايه كونديشن بي؟ طبق القانون خدناه من شويه دول عملوا انترسكشن يبقى بي A انترسكشن بي على مين بقى؟ الحرف الاول الثاني ها؟ الحرف الثاني يبقى بي بي. يلا بي انترسكشن جبناه بكام؟ اهو يبقى 2 اوفر 36 بي بي فين بي بي؟ اهي 5 اوفر 36 حته بس كده هنكنسل دي مع دي يطلع الجواب يا جماعه كام؟ 2 على 5. ده سؤال مهم جدا 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 بيلخبط اي حد، خلي بالنا من قرايه السؤال كويس جدا جدا، شباب كده انتهينا من مراجعه شابتر 2 ها
هنخش بقى علينا يا شباب على شابتر 3. سلام عليكم، وقتا لما تقابل في شابتر 3. ريمارك صغيره يا شباب، الناس هنا مش فاهمين برضو قصه ال 2 دي ابريز 1 ات ليست 1 اوف ذيم ات ليست. شباب قصدي ايه؟ ال 2 تظهر مره واحده على الاقل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن تظهر مره او مرتين، لكن ما تظهرش خالص مش عايزها. يا تظهر مره واحده يا مرتين. تظهر مره واحده يبقى 2 1، مرتين يبقى 2 2، ها 2 3، 2 4، 2 5، ها 2 6، 1 و 2، 3 و 2، 4 و 2، 5 و 2، 6 و 2. يبقى جبت الحاجه وعكسها على طول. دي الوحيده اللي فيها كام مره؟ ال 2 ظهرت مرتين، هي الحاله الوحيده. لقيت كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 اوردر بيتس. يبقى 11 اوفر كده يا شباب اوفر 6. الناس ركز قوي من معنى كلمه one of them at least، يعني مره واحده او مرتين. لكن مثلا لو 2 3 ما خدهاش، 4 و 5 ما خدهاش، 2 ما ظهرتش. انا عايز ال 2 تظهر مره واحده على الاقل، يبقى مره واحده او مرتين. وده كان تنويه لازم اوضحه عشان في ناس مش فاهمه جبت الحاجات دي ازاي. فالناس ركز قوي. واحد يقول لي يا مستر ليه ما عملناش 2 7؟ ما عملناش ليه 2 9؟ هي الضاي اخرها كام؟ ها 6، من 1 ل 6، 1 2 3 4 5 6، يبقى مفيش 2 7. اوكي؟ يبقى اخرنا كام يا جماعه؟ 2 6، اوكي؟ ده بالنسبه لمين؟ التنويه اللي على اللي السؤال ده. ده سؤال صعب شويه، يا ريت الناس تقراه كويس وبتركيز وبالتوفيق ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.